الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن كسوة كتابك يا تحفة السنية، وحن نصر لما ذي علامات الرفعة، وحن قال إن علامات النصر كلمة عربية أو معرفك وحلو النصب وسوءان كلمات كل عربية سدادة حي اسم مفرد جمع التكسير جمع المؤنث الصارم فعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء جمع مذكر الصارم أسماء الخمسة مثنى يفعل الخمسة سدادة كلمة كل وصاقة سدادة كلمة تعريف كودي وصابرا هذا حال كان وحن كجلينا تعريف كودي هرت وصابرا وحن كلا صابرا ناي وحل ورف إيه هذا باب كان حال كان وحرم إن كأجانه لا بشيء سدادة داس كلمة وحن ورف إيه وسوء أجانه وحل ونصب إيه أجانه حكم كيو عامر وشيء كلمة كاستحكم كيد حكم كيد وحي طاي ووح الغرف إيو وح النصب إيو وح الوجهرو هذاي مصارف طاي وح الوجهرو هذاي مالي صرف إياي وح الوجهس إيو باي تاس حكم كينا وهذا شيء جينا تعريف لكن كل هذا ماينا حيلا تعريف فراغ وساق هذا تعريف كي ولا صابر هذا كلمة والبا تعريف كيد كل هذا ماينا حكم كينا كدرين باب كي هرقف كي فهم باب كانوا يسكفوني إن شاء الله علامات النصب النصب على مدادي هذا محلها ماشان وماشي اللي جهل علامتها النصب هذا قال الخل محمد ابن محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن الاجرومي وللنصب كرنيجي خمس علامات شن علامه سنادين كلمه من النصب سنتهي شن علامه لو غرت شن علامه مد كميد كلمه دات كو ارغتو وحال هذا كلمه هو النصب سنت وللنصب النصبي خمس علامات علامه شنها سنادين كلمة دون النصب سنتهاي علامتها لغو قرطة واشن شن تاس علامة مد كميدة كلمة داتكو عرقتا واحد حكميني إن كلمة دانو أي منصوب تهاي كلمة داس إن منصوب تهاد حكميني الفتحة فتحة سوناتي والألف ألف سوناتي والكسرة كسرة سوناتي والياء ياء سوناتي وحدف النون حدف نون سوناتي شن تاس علامون نصبات شنتاس علامه يلهو وللنصب النصبي خمس علامات شن علامه وسكناتين الفتحه تو سكناته كبدل والالف الف وسكناته والكسره كسره وسكناته والياء ياء وسكناته واحد فنون وسكناته شنتود وا لبا حركه يا صدح حركه لبا وا حركه فتحه وا حركه كسرهنا وا حركه صدحنا كلمه وا حروف الف وا حرف ياء وا حرف حد فنون حروف تلو دره هذا حرف أسوأ ما هو حرف لحذفه لكن بابك حروف طلع الرأسية ما دام واحد لحذفه وحرفه قال محمد محي الدين عبد الحميد وخيري وأقول وحن لا يهد يمكنك أرضيه وحصور تقلقه أن تحكم إن أتكو حكم على الكلمة كلمة ذكر كذا بأنها كلمة داس منصوبة من ذكر إغنيتها وحصور تقلقه كلمة دائما تكون حكم دور كلمة دائما هو منصوب وأكون صورة قال وأقول وحن لي يمكنك أدوك لها الله عرضك صورة قال وحاكوة أن تحكم إن تكون حكم دور على الكلمة كلمة كركيد بأنها كلمة داس منصوبة تميد للنسبية إنيتا قرمي صورة قال كوتا إذا وجدت أرضيه مركض كهشو في آخرها كلمة دا آخر كيدا علامة علامة علامات من خمس علامات شن علامة كميدة شن علامة مد كميدة ما كانت كلمة دا كو عرقتو وحا صورتا قلقو كلمة داس انا تحرم صارتو وقا تكو حكميدة اني تاي منصوبة ساسا تكو حكميني حكم كاسا تكو بردي حكم كاسا تكو بردي واحدة مد واحدة منها شن تا كميدة اصلية ومد اصل لونس بي شن تاس علامة مد كميدة وعلامات اصلية
oo asli waxa loo jeedaa labada xilay labada tacliiliyada marka wax lagu nasbiyo ayada tacliil uma baahna wax la iska weydiiyo asalkii ku socota asalkii ku socota waahidatu mid waahidatu min haashanta kamida asliyatu wa min asal loo nisbiyo وهي واحدة داسو الفضحة وفضحة كلمة كستولة نصبة أصل وحاوة فضحان يقول نصبة ساسا أصل كلمة دي أن فضحة نصبة وأفرت على ما كلمة كميدة لغو نصبة وعلى تعليلنا إلا اللو شيء قوح ليلة لأنها كده على المدرة تعليل أبهم لكن كلمة دي فضحة لغو نصبة تعليل أبهم أصل أي بكوتي مدبا شيء قوح نهضو أصل كوية مادو أحليس كما ويدي لمن التعليلين واربع افرنا فروع فرعيال وعنها فتحري فرحتي افرتك فتحري فرحتي وفرع افرتك فتحري فرحتي وهي افرت فرع الالف هو الف والكسره كسره والياء ياء وحذف نون الموت لغوي افرت ذا سو فرع شمت مد ميلك كينا مر الفتحه فتح بي ومواضعها هذا محلها فتحدي يا ميلها اي دكتو خلقان وامشي لوغا هدلاي قال وخيري فهم الفتحة قال محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي صاحب الاجرومية وخيري فاما الفتحة فتحدي فتكون فتحدي علامة علامة النغطة للنصب كورنيجي علامة النغطة كلمة دان انا النصب سنتاي علامة لوغو قرطو فتحة النغطة في ثلاثة مواضع صدح ميرو صدح ميرات مركلا نصبنا فتحة لغو نصبية واحكا لغو ما نصبية في الاسم المفرد اسم مفرد علامة فتحة النقطة مركلا نصبنا اسم مفرد مركلا نصبنا اسم كمفرد كالكالا قادمة مذكر ايا مثنى منصرف ايا ما لا ينصرف مد إحرارك كم موقنا ايا كاللغو قدرة مالا كالقادة اسم مفرد دمانتيس مركلا نصبنا علامة لغو نصبنا وفتح وجمع التكسير جمع التكسير جمع التكسير ما كلا نصبنا اصلا لك القادمة منصرف ما لا ينصرف مذكر مؤنث إعرابك كو كم مقرا كلو قدرة لما هو اسكم فتحة لو نصبنا كي إعرابك كم مقرا يعني فتحة لو ولا كم مجنا كي كلنا ولو قدرة لكن جمع التكسير كلاقات مال جمع التكسير كلاقات مال كلاقات مال فتحة لو نصبنا والفعل المضارع فعل كمضارع اذا دخل مركو قالوا عليه كركيس ناصب عامل كردقه ولم يتصل سن لنا حريصا باخر فعل كاخر كيس الشيء وحبا فعل كمضارع هذه عامل نصب يا كارمر واخر كلا حريصا ان لعرك شيء لديده واشنتي شيء ضمير التثنيه ضمير الجمع ضمير المؤنث المخضبه صدح لا صدي لحريصا افعال خمس نقرا فعل نور التوكيد يا نور سيدا لحريسانا مبني نقرا شنتاس وين من لحريسان حتى شنتاس من لحريسان فتحه لو نصبنا اما هنقدر فعل كان صحيح العاقب اما هنقدر معطل العاقب فتحها هل لغا موجيو انا هل لو قدر هكلا قادن ادي هدي الف او كو جيرن هي فتحها ولا لو قدر انت كان ولا لغا موجينا فتحه فعل كم صق صق فعل كان هتو حرف صحيح او دبي هدي يا او دبي هدي وو دبي كل ولا كم جينا فحات هذا يعرف قدام يدنا ولو قدره صد إحراز أي علامة تقول نقطة فتحة نصب ضع فهم الفتحة فتحة فتكون فتحة علامة علامة النقطة للنصب كلمة داسرة النصب صمت أي علامة النقطة الوجهة فتحة في ثلاثة مواضع صد إحراز أي علامة تقول نقطة في الاسم المفرد اسم مفرد علامة تكون نقطة وجمع التكسير تجمعين تجمع اسي جمع اسي علامة تكون نقطة والفعل المضارع فعل كمضارع أنا علامة أي يكون نقطة فتحة إذا دخل مركة أوقر عليه فعل كمضارع ناصب عامل كردقة ولم يتصل أوسن لنا حريصا بآخر فعل كأساقي كيس الشيء وحبا وأقول وحن لا يهير محمد بن حدين عبد الحميد تكون الفتحة فتحة علامة علامة النقطة على أن الكلمة كلمة منصوبة مثل قرنك إنه طاي في ثلاثة مواضع صدح ميراب علامة النقطة صدح ميراب أي فتحة علامة الطاي كلمة إلا مصبي الموضع الأول ماشي هو رأينا الاسم المفرد واسم مفرد كان والموضع الثاني ماشي الله بعدنا جمع التكسير والموضع الثالث
ماشى صدح أيضا الفعل المضارع وفعل كمضارعة الذي فعل سبقه كهر مري ناصب عامل كردقة ولم يتصل أوسن لنا حريصا بآخره آخر كيسة ألف اثنين ألف تلبات سيدي ولا واو جماعة واو دي جماعة رقات سيدي ولا ياء مخاطبة هويري للاحظ لا ياء سيدة ولا نون توكيد دي نايسا لحريصا ولا نون نسوة نايسا لحريصا فعل عن شرطاس لحريصا مارك الله نصفنا علامة لو نصفيا وافض شمتاس ويسن من الحريصا شمتا ديل صدح كمدو لحريصا فعل أفعال القمس نقونا حرف الإحرابة لما هذا الحير ستوال لما النور مضمي مقرى باب الإحراب وكبحة صدح بي أمد متكم بسوق هذا أما الاسم اسم كالمفرد مفرد كا فقط سبق وصهر مرى تعريفه اسم مفرد تعريف كسوق وصوق هذا سوق هذا اسم مفرد هو باب الإحراب ما ليس مصنع ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة ساسوة تعريف كيس وصوق هذا هذا واحد كوجود درع حكم كيس حكم كاسم كمفرد كوامح وحكمه رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان منصرفا وفير صدق حلينا هاي حكم كاسم كمفرد كان قارينا اسم مفرد حكم كاسمه رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وكسره وجره بالكسرة إن كان منصرفا وكره بالفتحة إن كان ما لا ينصرفا أما إن كان غير منصرف حكم كسوى كاسا اسم مفرد حكم كسوى لقاربا وحكمه رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان منصرفا وجره بالفتحة إن كان غير منصرف حكم كسوى كاسا اسم مفرد حكم كيسو حالة رفع الضمة الرفعية حالة نصبنا فتحه حالة الجرن ولا كلاقة هذا هذو منصرف يهي كسر الوجرة هذو ما لا ينصرف يهينا فتح الوجرة اسم مفرد حكم كيسو واكاس تعريف كيسنا هريد التقين هريد التقين والفتحة فتحة تكون وحي نقر ظاهرة متكم مقطع على آخر اسم مفرد كآخر كيسو سؤال قماد هنا اسم مفرد على مدى لو قرت انه نصب سيئه وفتحه فالحال اسمر وكم مقنع هذو صحيح الاخر والفتحه فتحه تكون وحي اهانه ظاهره متكم مقطع على اخر اسم كاخر كيس في نحو لقيت عليا لكل مي لقيت فعل وفاعل عليا مفعول به منصوب وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخر عليا سكون مقطع وكاس مفرد لنسبه ومذكر مؤنث كان نحو قابلت وان قابلي هندان هدا عليا ومذكر مؤنث كنا وكنا قابلت وان قابلي هندان قابلت فعل وفاعل هندان مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في أخير وهو كيرشيق فعليا إيو هندان اسمان ولبا اسم لبا اسم مفرد داني لما مفرد وهما لبا دادو منصوبان ولبا لكردقي محل وكردقي وإلا والودين لأنهما لمدود مفعولان ولا مفعول به مفعول به ولا كردقة لا هذا واحد الله كردقة مفعول به النقدين مفعول به ولا كردقة محيطه علامة نصب القرنة وعلامة نصب ما كردقة علامة القرنة الفتحة ظاهرة وفتحة كم مغطى ولا ورمت كرية علية مذكر ومذكر وثاني متكلم يهندا مؤنث ومؤنث وتكون الفتحة فتحة واحد نقدرتا مقدرة مثل مقدرة ظاهر ونقدرتا سيدان أدركتي مثل مقدرة يرى ونقدرتا نحو لقيت وان لكل مي ألف تاويل كذا يرضاها لقيت وان لكل مي ألف تاويل كذا يرضاها لقيت فعل وفاعل ألف تام مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد ونحو حدثت وحن الله هدرا أشيكيي ليلة قبل الليلة ليلة حدثت وحن أشيكيي ليلة قبل الليلة ليلة حدثت فعل وفاعل ليلة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدل فالفتاء كيري إيو الليلة لبضاس اسمان ولبضاس لبضا اسم المفرد داري لمن مفرد لبضا اسم منصوبان لكردقي محل كردقي لكون كل منهما
مد كسته كمده إرو يهي وقع مد بعي مفعول به حرب مد كسته مفعول به نوع مفعول به روا لكردجا فرد ساس الله كردجا وعلامة نصبهما كردجود علامة دلوقو قرنا فتحة مقدرة وفتحة مقدرة على الألف ألفتا منع وحودي من ظهورها إلى الموقتة التعدور الصورة قلبا معها والأول متك هرهيو الفتاة مذكر ومذكر والثاني متك هرهيو الليلاء أنا مؤنث ودمر وددك اسمه في باكة قدمي وأما جمع التكسير جمع التكسير فقد سبق وصوهم مري حكم حكم كيس ها حكم كيس وصوهم مري هذا اللي قرر وها ماد تعريف كيسي تعريف كيسي صور مرة الكربة وما جمع تكسيري فقد سبق وصور مرة تعريفه تعريف كيسي سي. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في سيدة مفردي ما شاء الله تعريف كيس واكاس حكم كيسي هل كان قدرين وحالا باي حكم كيس مفرد كل ميدي مفرد كيه ماشاد مرسيدة مرسيد هل حرفك كلا بدلي وحلاب رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان مصرفا أو جره بالفتحة إن كان غير مصرف أنت مفرد كمرسي هل حرف حتى يكون لدول جمع تكسير حونك يسمحوا ياهي رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة إن كان مصرفا أو جره بالفتحة إن كان غير مصرفا هكذا الليحين هذا حكم كنا واهي ستا تعريف كنا واهي ستا لماذا واهي ستا صمع واما جمع التكسير جمع التكسير فقد سبق واصور من التعريف اللقي حديث ايضا نغشي والفتحة فتحنا او جمع التكسير لقول نصبينها على مدى اوه والفتحة فتحنا قد تقول اني نغطى لارك ظاهرة متكم مقطع على اخره نحو صاحبت وان لصاحب الرجال رقي صاحبت فعل وفاعل الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره الرجال أوي شنو تفسير كان نصب صام هاي كاسوا مذكر صغ مؤنث كان نحو رأيت وين إلى ريو وردي الهرود هندوي كبطنا رأيت فعل وفاعل الهرود مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وذكر شيق فالرجال يو الهرود جمع تكسير ولا ما جمع تكسير ولا ما جمع تكسير جمع تكسير ولا ما جمع تكسير منصوبان وانا لا نسوي جمع تكسير الله ما مفهم ها جمع اي هذا مركز انت اضافه درت لوغوي لا ولا ما جمع تكسير لا ما جمع تكسير منصوبان لا كور دغاي ما لا كور دغاي لكونهما اهان شبا اي اهادين دردد مسؤولين لما مسؤولين نقول سوف مفعول به لما قرده وعلاه قرده لما مفعول به نقضي ساس الله قرده وعلامة نصبهما لبداس كفل التكسير لكرده الدودة علامة دلقو قرانا الفتحة ظاهرة وفرحة كم مقطع ولا ورمتك الرجال رجال مذكر ومذكر والثاني متك لما مؤنث وددي وقد تكون الفتحة فتحة كم تكسيركم مقدرة من المقدرة إن النقطة والأركاء وذلك مثال نحو قوله وإلهي قولك سوكرة تعالى إلى واصر إلى وغيره وترى الناس بدك أيضا أركا إلى مالك قيامها سكارا حالئه كوي مرقانسا أيضا هو وريسا وصيني وح مرقامي وأن وحبك لقريني مالي السعودان أيضا أركا إذا وترى وأركا إذا الناس بدك سكارا حالئه كوي مرقانسا وح لغو مرقامنا معنين وح وين إن عذاب الله لشديد عذابك الله درم ولكن عذاب الله شديد ميان ولكن عذاب الله شديد عذابك الله دارن اي واحد عمر قام يلا ما ارك ميشا ما انت وترى الواو على حسب ما قبلها ترى فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر فاعلك حنك دغينا ترى اما ارك حنك دغينا وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت ها فعل مضارع طالب بالوظيفة مفرد مذكر الغلاق الضامة واحكى لما نغض فاعل الناس مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره واسم مفرد اوكالي اسم مفرد هو كاراتس كاليرا ما هن اسم مفرد هذا اكيد دونه اسم جمع اللي يرى ذلك باب كيسو نحو ما دونه لكن سيلا اسم كمفرد كالله اعرابه احنا اقول مدونة حاجة اعرابة معنى هكذا الدون
سكارا وحالة حالة ولا مسوية سكران النفط كيا سكارا وجمع ها وجمع تكسير سو ما جديد وجمع تكسير جمع تكسير كان إحرام مر مفرد كموها سكران مت مرقاصة هي سكران مت كلام مرقاصة هي سكران إسكوت دار مكان سكارا قوتي ربنا مرقاصة سكارا حال من الناس الناس يلقى حالنا صاحب الحال كي حال من الناس دي منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد هذا هو على رأي سكارى وجمع تكسير والنصب سنتين حال النصب وحال أو علامة نصب وفتح لغو قدرة حال فتح لغو نصب وجمع تكسير جمع تكسير فتح لغو نصب وحال لغو نصب حكم كيسيان بكو جاني رفعه بالضم ونصبه بالفتحة فنجيني وجره بالكسر إن كان منصرفا أو بالفتح إن كان غير منصرف ونحو قوله تعالى سيد الله قولك سوكرا وأنكحوا أجورية الأيام إسكاب لها الأيام إسكاب لها هلو قوريو الأيام وجمع أيين مفرد كي وأيين أيين محالة إذا ذا أيين هي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ومن لا زوج ومن ليس له زوج اما غبرها اما منها هذا قف كان زوج لهين له غبر ان زوج لهين ايم الاله ايم نك ان زوج لهين ايم واسكمت اما غبرها هذا اما بكرها هذا واسكمت ايم وحال هذا هي التي لا زوج لها بكرا كانت او ثيبا وكذلك من ليس له زوج gabadha aan waxa ninka aan sawjada lahayn ayim alada marka ayim wa iska bulodi mar waankihu uguuriya wa fi'lu amr waankihu uguuriya muslimiinta alla amra al ayama huwa iska bulaba on hoyga haysan uguuriya waankihu al wa'u ala hasabi ma qablaha ankihu fi'lu amri mabniun ala hadf al nun mabni ala hadf al nun وواو الجماعة الضمير المتصل المبني على السكون في محل رفع فاعل الأيام مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد مركز الوراء الأيام محل نصب ومفعول به علامة نصب سواء محل وفتح محافظ حل نصب وجمع التكسير جمع التكسير وي فسكارا إيو الأيام جمع تكسير ولا جمع تكسير لا جمع تكسير وي لا لا جمع تكسير من سبحان الله كردغاي ما هو كردغاي لكونهما اهانشد اي اهادين دراديد مفعولين كوي مفعولين وقرط لا اله الا الله وكاف اصبح لا لا مفعول ما حامد هو حال مفعول به حكو قلتان قلت كلا اسكمر راح الله قد راح ما قدغ سو ما جيدي متوا حاله خاص بكشيء جه وقاف خاص وولاد كلام متكايسته ما محمد حدين عبد الحميد وولاد كحاشية ذا الحلو الحلو الذهبي على كاسة قبصي مركب حويري وخطب والصواب أنه مفعول وحوي السكارى أنه منصوب على الحلوي المفعول وحاء الأيام مركها الكاسة كوكل دم لبرد والله منصوب سكارا وحال لغو نسبيه حاله ايامانه حال لغو نسبيه مفعول به لو اكل دويه المرك وعلامة نصبه ما محمد حمد الدين عبد الحميد واكل فهم انت لكن وحال روحة كده هذا سبق قلم اما سبق اللسان وحال ان كلمة ده ابو سيك لغو نوى ورهبت سي عرب خاقة دعا اما قلم كسي كاقة دعا الله هاي نقا هنا وحال عالم وي متخصص وي مستمع وحكوه يبقى سو ما جدي لكن إلهي أودس وحاول بنو آدم كضبع يقولون هو يهوينه خضع كضعه سكة سوية كان واسد عس إيه وانا قال أقال بدن يحسو وعلامة نصب ما كرنيك وضع علامة لغو قرانا فرحة مقدرة وفتحة لغو قدرة على الأليف منع من ظهورها فرحة من المقتنة واحد دي التعدل التعدل وأما الفعل المضارع وأما الفعل فعلك فعلك المضارع مضارعة فعل كلمة كور الله صار شيء وفعل كعامل نصب يا كور مريم نحو قولي تعالى وإلهي قولك سوكله إلهي كو قولي
لن نفرح كسور من غير بنو إسرائيل عاكفين وكوة كن نبينا معي عليه على إرادة الإجل ويل كاسنا العابدين ويل ما تغاني يا ويل يا غاني ها الله بمعناها الدبيقة متك يركع ولو هنا واي ها أيها وحير كان دبي يركع وقرح بضان مركز الدبيقة اسك عابدين نبي هارون يري وكتشو والله سنتين وعباد يوم يتشوغ وحان إله ما هاني ولو الدبي وحوها قال كي مسامير يأصور الدبي حتى حط نول ما هاني هو أنت ضبع ضي أفكك كده لو ليه ضبع إيش أقول شيء دي مارك ضبع إيش أفكك كده شطار كم بعضهم ما ليه مركز وده واقع مركز الدبي مودين حتى وح نول ما هاني وح لنا برحة عليه عاكفين هذا فيري ما براحو وهفعلك مضارعة لم أقشي عامل نصبية كارمري فعلك عامل نصبية كارمري هذا ما براحو وفعل مضارع ووحل حريب سدي لأرق آخرك سوما جديد عامل نصبية كارمري لن تاسع عاملة لن حرف النفين ونصب واستقبال مبنين على السكون لن حلل من الإعراب ما براحة فعل مضارع منصوب باللن وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخره وهو متصرف من بريحة ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر ها بريحة كتب من بريحة ما يكاما نبريحة كتب بريحة كتب كان أخواتي بريحة ما كمي دهينو من بريحة وعلامة وهو متصرف من بريحة ناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر واسم بريحة غير ماشا كدير وفاعله اسم قادم ماشا فاعل ليه ميدين واسم بريحة ضميره فعل كستون نقول بلوي واحد كلام نقوله فاعل كيس اسم كنا فاعل كيس لمن واسم بريحة وعلى واسم نبرحة ضميره مستطير وجوب التقدير نحن واحد كلام نقول فعل كستون مضارع نقول بلوي فاعل كيس واسمها سو ما جديد كرنا والله مدا أفعش ناقص كاسم كي قارين فاعل كيس لمن فاعل كيس بس يسوي جوجا مرق على واسم بريحة ضميره مستطير وجوب التقدير نحن 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 عليه على حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وله الضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر الجار والمجرور متعلقان بعاكفين كذا لازم تعلم الجنين كذا لازم تعلم الجنين عاكفين كذا ما يكون تعلم الجنين عاكفين وعلى خبر نفرحه منصوب وعلامه نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر سالم ما نرى فيه حرف من حركة ونحن عوض عن التنوير في الاسم المفرد واي واي فنبرحة أخرشيغو نبرحة فعل مضارع وفعل مضارعة منصوب وحلو كرقة باللان وعلامة نصب كرقيس علامة دلقو قرانا إنو كرقة إياهي الفتحة ظاهرة وفتحة كم مقطع لان نبرحة فسلقو قرانا وقد تكون الفتحة فتحة إنه نقطع لاركا مقدرة تنميد لكدرة فتحة مرمرة نقطع تنميد لكدرة فعل كمضارع دلو فتحة لو نصبنا فتحة مرة وكم مقنع مرة ولو قدرة مرة ولو قدرة وقد تكون الفتحة هرداية وكح مركان وقتي هردادة بابا عام وقد تكون الفتحة فتحة إني نغطى لارك مقدرة تميل وقدرة نحو يسرني وحي فرحات قلنا أن تسعى إن أدك دقايدو إلى المجد شرفت فير ماشا بالميل هردينة تنك لأدوك وفير يسرني وحي فرحات قلنا أن تسعى إن أدك دقايدو إلى المجد شرفت ماشا أدك اسكرا فيري هده يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ني النون للوقاية مبني على الكسر لا محل من الإعراب والياء ضمير متصل مفعول به مقدم مبني على السكون في محل مصر أن تسعى فاعلك أن تسعى أنت وأنت فعلك مضارع نسبي جدي نواصبت أن ولن أن أبوه رضي سماء وأنت فعلك مضارع نسبي جدي أنت قائد قاضو ميل الله ماشي قشو فعل قلي سماهن مستر على قدر عليا مستر كلا صوت على علينا هل كسر قصة شيلة يو مستر كاسا فاعل ونقرأ يسور مركب ما أنت وقت على علينا سي
هل كاس من هبات حفظوت فهمتني هذا أضاء دلالين من يشتكو أركتو مال ألا نشط أنت فعلك مضارع نصيبك أركتو أيضا يفعلك الكوتشيرتو أن تلت ألالي أمستر لغا سوقاتا اسكو فيري ماشا سيدا الله دواغا مام أنت أن حرف مستر ونصب وعلى أن حرف مستر ونصب مبنين على سكون الله من حلال من الإعراب تسعى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فضحة مقدرة على الألف من عميد ظهورها التحدي هرت فعلك مضارع النصب السنة فضحة مقدرة وعكاسة فعل مضارع وطعله بلغة مفرد مذكرة ولا قضابة فعلك قلنا هنا وفاعله ضميره مستطيره وجوبه تقديره أنت تاس وافهنك حتى وحل قاربا بقرت إلى المجد بقرت ما يصير إلى المجد إلى حرف جر مبين على سكون الله محل الله من الإعراب المجد اسم مجرور بإله علامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق عن بتسعة حتى فيري يسر فعلا شيخنا فاعل كلمة من الشيء فعل فاعل لعانا مجرور فاعل كي مستر كان كدقينا أن تسعة وحل هذا والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر فاعل يسر والتقدير يسرني سعيك انت اسال قرب هذا والجمله والجمله انت تسعى والجمله من الفعل والفاعل في تاويل مصدر فاعل يسر والتقدير يسرني سعيك سعيك مركز سعي فاعل يسر بمرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخر سعي مضاف والكاف الضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه وقول شيخ فتسعى تسعى فعل مضارع وفعل مضارع منصوب وعلى نسبه محله نسبي بان انه نسبي سي محله قرنا وعلامه نصبه نسبه دي علامه لو قرنا فتحه مقدره وفتح لو قدره وفتح لو قدره على الالف منع من ظهورها التعذر هذا فعل كمضارع او ان وحده لا حرير سن حكم كيسي وين برنا فعل مضارع او ان وحده لا حرير سن حكم كيسي مخو يحيى حكم كيسي وحلاله رفعه بالضمه ونصبه بالفتحه وكسره وحذر وسكونه بالسكون ان كان صحيحا او بالحذف ان كان معطلا فعل كمضارع الذي لم يتصل باخر شيء لغم كيسيان ولا كهرباء فحلال هاي رفعه بالضمه ونصبه بالفتحه وجسمه بالسكون ان كان صحيح الاخر او جسمه بالحذف ان كان معطل الاخر ما اللي فهم هذه الله يبقى لك الدنيا ان شاء الله والله كهرباء فإن اتصل هدو لحرير سدو بآخر الفعل فعل كآخر كيسة فعل كالمضارع مضارعة ألف الاثنين ألف الاثنين هدو لحرير سدو فعل كمضارعة فعل مضارعة ألف الاثنين هدو لحرير نحو لن يضربا لبضين من قراء الميام أو أو جماعة ندي لحرير سدو نحو لن يض لن تضربوا نمن كي نام بضانو تشوغا ما قراء عيسان أو يوم مخاطبة هوين الى لا حط لا يأدي تو سيدا يدي لحرير ستو نحو لم تضربي حليم من الحوين قراء ميدين لم يكن نقوم نصب فعل كاس لكون لقديس بالفتحة نقوم فعل كاس واحد اغاته هدي اي لحرير ستو الف الاثنين انا واو الجماعة انا يوم وانا مخدرة سطح اسميت كبيدو هدو لحرير ستو ما علامة نصبيس فتحة نقوم علامة نصبيس نقوم نقوم حتف النور حتى نور مقرا وفيرسو فاين اتصل هدي ولعير سدو باخر الفعل فعل كاخر كيس فعل كالمضارع مضارع الف الاثنين نعو لن يضربا لبد من او مقنا يا غرا اميا او واو جماعه لعير سدو نحو لن تضربوا رجينا بدن غرا اميسا او يا مخاطبه هوي لا هلا يدت اي لعير سدو نحو لن تضربي غبر يا غرا امي لم يكن من نقوم أيوه نصب فعلك اللي كنت نجدس بالفتح مركز فتحلو كنت نجمع ما تصدح عن لحق سنة ها فتح ماها فكل متكستة أو من تطربا إيا وتطربو إيا وتطربي كميدا مصوبة الله كرني باللغة اللغة كرني
وعلامة نسبي لكل جدي سعلامة لغو قرانا واحد فنون نون تكام مقام سو نون تكام مقام نون تسمقان لغو قرانا إنو نسبي سيد ساسا لغو قرانا والأليف وليفته يوال وواضو يوال ياو سدح يوال محيه فاعله متك سوا فاعل كي فعل أليف توا فاعل وواضو وا فاعل يادونا وا فاعل مبنين على السكون يلغو رف... بنينا مبني والد بني على السكون يلغو بنين في محل رفع حاله كسوين ما حركة لغا رفعنا وستعرف واسقرات دونتا توضيح ذلك عركس العدين تيسا فيما يأتي من الصوص عطاسكو قرات دونتا انتا لغا حرما ها فعل مضارع وألف الاثنين لا حرير سدي أما الله الجماعة أما يأو المعنص المخاطرة هذا كدر قدون وصوص عطا انتا نو قربح واي سيقا دو ها قربح اللي لها هرو سيقا دو ها هرو سيقا دو عشر كبرية ما انت ولي معالي مكروز دي آه عشر كبرية لك على الدون ما انت دي حوالا لغو سين بيريو كاسا اللي را قربح سو ما تشيدي وايني تصالة فعل مبتة مضارع آخر كوحبك لحرير سنة من هباي وح لحرير سنة وح لحرير سنة يا نالو شيقة شن شن صماها وح لحرير سنة صدح وانا لو شيقة دي لحرير سنة الله بادي كلو هدر انو شيقة دي لحرير سنة وايني تصالة هدو لحرير سنة بآخر فعل كآخر كيس نور توكيد منت فقيرة عرص نحو والله إله كل قارت اللي تذهب أنه واتقي 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 آه أو خفيفة أنا مفضل نحو والله لن تذهبن عفوا مدارة كل أبو والله لن تذهبن إن أذن تقي أذن تقي أذن تقي دهر أو خفيفة مفضل نحو والله لن تذهبن إن أذن تقي نو تقي الله ما تكلم مدة عشر مين تنشدنا صدح عليه صدح مرت عليه مدة شنا مدة شنا إن الله ما مرت عليه الله ما تكلم فهو فعل كاس مبني وحلو بنية على الفتح في محل نصب ما حد كلام نصبية فيري والله الواو حرف قسم والجر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الله مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا تقديره أقسم والله أقسم والله وي لن تذهبن لن حرف النفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الاعراب تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح محل مبني لاتصاله بالنور التوكيدي ثقيلا تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بالنور التوكيدي ثقيلا في محل نصب ونور التوكيدي ثقيلتي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب لانه حرف والجمله من الفعل والجمله لن تذهبن والجمله من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها جواب قسم مرك الجمله جواب القسم كا وحي كميت هي تضبط الجمله محل الاعراب ككل هين جمله كست جواب القسم معضو دار جواب النقط وحاله تضبط الجمله او محل الاعراب ككل هين كميت طالب والله لن تذهبن لن تذهبن والله الواو حرف قسم وجر الله مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة الجر كسرة ظاهرة في أقل الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف وجوبا تقديره أقسم والله لن تذهبن لن حرف النفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب تذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتساره بنور التوكيد الخفيفة لا في محل نصب محل كنصب ونور التوكيد الخفيفة حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب فهو فعل كسر التوكيد لا حرف مبني ومثل قبنا على الفتح في محل نصب محل كلا نصب منه وإن اتصلها دون لا حرف سدو بآخره وإن اتصلها دون لا حرف سدو بآخره فعل كمضارع آخر كيس نور نسوة هذين نسوة لا حرف سدو نحو لن تدركنا قبيه جار الميدان المجد الشرف إلا بالعفاف نوصنان ماهن فأنت أفكى جروسة الضريق خمرته ولا إن هذا الشرف جاري يا شرف وكاكا دمار هذا أفكى جروسة الضريق خمرته سو ما تشيدي أنا طفت هيا لن تدركنا قبيه جار الميدان المجد الشرف إلا بالعفاف نوصنان ماهن لن حرف النفي والنصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإحراب تدرك فعل مضارع
مبني على السكون لاتصاله بنور النسوة في محل نصب. ونور النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل كده ما بقى ها وهو فاعل كده ما خلاص علامات اللي كده جرناي. ونور النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهو فاعل كده ما بقى وفاعل كده ما. المجد مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره إلا أداة استثناء ملقاة على الله ما أنت عمل فلمي إلا أداة استثناء ملقاة الله على الله مبني على السكون لا محل من الإعراب. بالعفاف الباء حرف الجر العفاف اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجار والمجرور متعلقان بتدرك تدرك تكون تعلق جره فهو فعل كنور النسوة اللحر إرسلتي حين إذن حين اتصلت به النور النسوة فهو فعل كنور النسوة اللحر إرسلتي حين إذن حين إذن اتصلت به نور النسوة مركة النور النسوة اللحر إرسلتي مبني على السكون سكون على قبنا إياه في محل النسوة محل كحال وكنس بسين محل كوكنس بسين معناها فعل منصوبة بوس كيسو يالاوي واي هاي صافيري هاد اسكسو شقينا تمرينات هذا لوغا شقي قفوا انتو دلالو هي هذا وحبرشدي سو نوقت والله سبحانه وتعالى علم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.